اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم مصر الان. الحلقه الاسبوع ده ان شاء الله بنكمل حديثنا في قانون الاسره وايه هي الحاجات اللي محتاجه ان شاء الله تتغير او تتعدل تم اضافات عليها في قانون الاسره. معانا ومعاكم المستشار محمد حلمي الدكتور والمحامي في قانون والحائز على دكتوراه في قانون جينات. اهلا بحضرتك. قانون الجنائي. اهلا وسهلا محمد بيه. اهلا وسهلا بحضرتك وانا بشكرك يا محمد بيه على انك تتاح لي الفرصه ان احنا نلقي الضوء على بعض الثغرات او النقص في بعض التشريعات التي تحتاج الى تعديل انطلاقا من الوصول للافضل باذن الله دايما يا رب، واللي هي الثغرات اللي كشفتها الحياه العمليه والواقع العملي. دكتور محمد، احنا عايزين نعرف ايه الثغرات اللي موجودة في قانون الأسرة في خاصة في الحضانة، حضانة الأولاد؟ من وجهة نظري طبعا ان في ثلاث حاجات محتاجين تعديل في قانون الأسرة، والسبب في كده ان احنا دلوقتي في مشروع قانون قدام مجلس النواب لتعديل قانون الأسرة، فاحنا بنلقي الضوء وننبه على حاجة هذه النصوص الى التعديل. اول حاجة اللي هو حق الرؤية او حق الاستضافة. القانون الحالي معمول بيه بيعطي للأب الحق في الرؤية 3 ساعات كل أسبوع في أحد النوادي أو المراكز الاجتماعية. هل ده كافي لعلاقة الأب بابنه؟ فأنا من وجهة نظري والحياة العملية أثبتت أن المدة دي 3 ساعات كل أسبوع غير كافية، وخاصة أن بيحصل في وسط الأسابيع اعتذارات. طب الولد ده المفروض ليه أسرة أهله. مظبوط. فإذا كان الأب حيروح يشوفه في ال3 ساعات دول، هل الجدين هينتقلوا ويشوفوا حفيدهم؟ هل العمات والعمام يشوفوا حفيدهم؟ لازم الطفل يتعرف ويعيش في وسط أهله، وده لن يتآتى إلا من خلال إعطاء الأب الحق في استضافة ابنه 2-3 يوم في الأجازة الصيفية، عشان الولد يعيش بين الأسرة وما يكونش غائب عن الأسرة وعارف أسرته وعارف أهله. فحق الاستضافة، وخاصة كمان يكون في تواصل بين الطفل، لأن مهما كان 3 ساعات الأب هيعمل إيه مع ابنه، خاصة لو ليه إخوة من أبوه تاني، فلازم يتعرف عليهم ولازم يخرج معاهم ويعيش معاهم. فعشان تطلع التنشئة صحيحة وسوية للابن لازم حق الاستضافة. وللأسف يعني معلوماتي المحدودة ان التعديل ما هوش شامل حق الاستضافة، فاحنا بننبه على حق الاستضافة للأبوين، للأب اذا كان الحضانة في احد الاخر. حق الاستضافة ده حق جوهري ومطلوب، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، القانون الحالي بيدي سن الحضانة بتنتهي عند 15 سنة. ثم يخير الابناء سواء ولد او بنت ايهما ينتقل الى الحضانه، وخاصه الحضانه بتبقى مع الام. 99% طبعا، لان الولد او البنت عايشين مع امهم بيختار اوتوماتيك البقاء في حضانه الأم. انا من وجهه نظر وبالنسبه حتى للابناء الصبيان اكثر من البنات، ان الاب في الابن في حقه عند وصوله 15 سنه يحتاج الى تربيه ورعايه الاب، ويكون في حضانه الرجال اولى منه في حضانه النساء، لانه دخل في مرحله طور المراهقه والاصدقاء والاشراف عليه. ففي الحاله دي محتاج لدور الاب، بيحتاج دور الاب اكتر، دور الاب اكتر من فانا من رايي باطلب عدم تخيير الصغير اذا بلغ سن ال 15 سنه في الانتقال الى حضانه الاب، وينتقل وينقل الابن الى حضانه الاب. وليكن بالعكس، يعني ممكن يعني احنا فرضنا ان هو مثلا في ال 15 سنه الاولى يعيش مع والدته ويبقى في حق الاستضافه لابوه يوم او اتنين مع ده، ممكن ولذلك لما يجي ينتقل سنة. او لما يجي ينتقل بعد كده لو احنا مدينه حق الاستضافه، لما يجي ينتقل الصغير لحضانه الاب ما يبقاش مفاجئ ليه وحياته تحصل فيها دربكه او ضرب، لان انت ممهد، هو منتقل من بيت لبيت من بيتين لبيتين. مش فبيبقى في تمهيد، فدول بيكملوا بعض الحق في الاستضافه، وينتقل حق الاستضافه والرؤيه بالعكس عكس اذا انتقلت الحضانه. طبعا ويبقى في ود وفي تواصل بين الابن وامه. ده 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 ده
من وجهة نظري مطلب هام وجوهري ما بين اهله وما بين ابوه بالظبط، ويحصل في تواصل والفه وعارف باهله وعارف العلاقه مستمره واهله عارفين بيه وعارفين احتياجاته ومراعاته، وخاصه لو الاولاد برضو بيبقى في اولاد ربنا يسلم يا رب محتاجين رعايه صحيه او تعليميه زياده او كده، فدور الاب في الحاله دي مطلوب. في اوقات بيحتاج لشده ابوه اكتر من جنيه الام لانه داخل في دور مراهقه، فمحتاج يعني هيبه الاب وتوجيه الاب ونصح الاب في السن دي اكثر منه احتياجه للام. هو كان محتاج للام في تكوين بنيانه الجسدي وهو صغير، لكن في كبر محتاج الاب. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي انا من الحقيقه انا شايفها شاذه في القانون، ان انا كاب ابني في حضانه الام تنتقل الحضانه من الام الى ام الام ثم الى ام الاب ثم الى الخاله ثم الى العمه. الاب يستنى الدور ويبقى في الترتيب الرابع، وخاصه كمان هو يا بنت مش في الرابع كده بقى الخامس بالظبط كده. ده يعني انا شايفها حاجه شاذه، وخاصه كمان بينتقل الابن او الابنه لعمته او خالته. طب عمته او خالته عندها زوج عندها. طب انت الزوج الغريب هيكون أأمن على ابن من الاب نفسي، فده شذوذ، وخاصه كمان اذا كانت البنت هي اللي منتقله لحضانه عمتها او خالتها في وجود زوج عمتها او زوج خالتها. فده انا الاب هو الاولى بحضانه الام مباشره انا في رايي، لان البنت لو انتقلت لحضانه الاب اللي موجوده في غريبه عليها دي ست. بل بالعكس انا عايز اقول حتى لو الام تزوجت هي احن على الابن او البنت من ان تنتقل الحضانه في حال زواجها من الاخر الى العمه او الخاله. مظبوط يا دكتور. فانا في رايي ده شذوذ في النص ويحتاج الى تعديل الحضانه من الام للاب على طول. ايهما اقرب وافيد؟ الام والاب. يعني ده الطبيعي. تروح للخاله اللي متجوزه ولا العامه اللي متجوزه وعندها اولاد فده شذوذ انا في رايي في النص يحتاج الى وقفه وتعديل. ده بننبه عليه أكيد. دول الحاجات دي. نيجي بعد النقطه الرابعه اللي دي كشفتها الحياه العمليه. ربنا يسلم والموت علينا حق لما تكون الام وصيه في حاله وفاه الاب، بتكون التركه بتكون تحت اداره واشراف النيابه الحسبيه. لما تيجي الام عايزه تتصرف في حاجه ويكون اصلح للاولاد، عايزه تصرف الفلوس في عندما يتوفى الاب بيتم جرد التركه، واذا كان في اموال نقديه بتودع في البنك باسم الصغير. تمام. وتصرف منه الوصيه باذن من النيابه وبعد ما تقدم طلب للنيابه. فبنلاقي الحياه العمليه ان الام محتاجة مثلا فلوس تعليم تدفع مصاريف المدرسة أو كده، تروح تقدم للنيابة الحسبية طلب، والنيابة الحسبية تقيم الطلب وتشوفه مبالغ فيه ولا وتديها إذن بالصرف. بتثور المشكلة أكتر لو هي شايفة مثلا الصغير ليه شقة ولا ورث شقة ولا حاجة والشقة دي ما بقتش مناسبة ليه. عشان تتصرف وتبيعها وتجيب شقة أحسن أو تحط له فلوسه في البنك بتاخد إجراءات صعبة، إن هي تقدم طلب للنيابة الحسبية والنيابة الحسبية تقيم الطلب وبعد كده تندب خبير لتقييم الكذا. طب ليه احنا ما نسيبش الفلوس في عهدة الأم ويبقى الحسابة في الحسابة وتقدم الحسابة فيعطى ليها الحق في تصرف في مال القاصر اللي هو في وسطها أسوة بالأب تحت اشرافه وخضاع وتحت اشراف النيابه الحسبيه ماشي، لكن بلاش يعني مش عايز اقول لك ان هي تعجزه وهي بتروح تطلب الاجراءات وتمشي ورا الاجراءات وطول الاجراءات. يعني انا عشان اخد اذن النيابه الحسبيه في بيع شقه ممكن توصل سنه واكتر. مظبوط مظبوط. لا هي ممكن الفلوس تفضل موجوده في عهدتها وتحاسب عليها يعني بطريقه دوريه، ممكن نيجي من وقت للتاني وليكن كل ست شهور كل سنه نيجي نحاسبها نقول لها تعالي. وعندنا كمان القانون بيدي في حاله بلوغ الصغير سن 21 سنه هو يراجع الوصي عليه ويقر ما يقر او يعترض على تصرفات. اذا تصرفت الوصي في مال مملوك للقاصر وشاف ان التصرف ده فيه غبن عليه او فيه اضرار بحقوقه يحق له خلال سنه من بلوغه سن الرشد ان هو يبطل التصرف ده. تمام يا دكتور. فانت عندك تحفظ في القانون. ليه الكاتب الحقيقي محتاجه ده؟ ليه ده عجز الستات ونتعبها وخاصه يعني ام مكلومه وملهاش زوج فنيسر الحال. ممكن ده الاب يا دكتور يبقى وصي على ابنه الأب في مال الام؟ الام هو ده ولي يعني. الاب بقوه القانون ولي
وده عنده حريه. يا ريت، ما احنا ده اللي بنطالب بيه، ان الام تكون زي الاب. الاب ولي نفس طبيعي الولي. نفس حقوق الولي. الولي يتصرف في حقوق الاولاد بدون اذن وبدون الرجوع لاحد. يعني هو اشترى لابنه شقه من حقه، او ابنه له شقه من حقه يبيعها الاب بدون اي اجراء وبدون اي بدون ما يرجع للنيابه الحزبيه، بدون، لان هو الوالد الطبيعي له الحق ان هو يتصرف في اموال ابنه. تمام. الى ان يبلغ سن الرشد. فانت بتدي للاب، الام لا تقل حبا وخوفا على اولادها زي الاب. هل ده استنادا لقول الرسول عليه الصلاه والسلام انت ومالك لابيك؟ هي طبعا لها اساسها كده. ده اساسها استنادا ليها، يعني اساسها كده. لكن ما ننساش الام لا تقل حبا وخوفا على اولادها زي الاب. فنيسر الحياه الارامل دول، ان يسر لهم حالاتهم، ان هي تربي اولادها بعزه وبكرامه بدون ما تكون النيابه الحسبيه بتبقى شكلها كده وصي على الوصي. تمام. النيابة الحسبية بتكون وصي على الوصي. وصي على الوصي. وصي. بالظبط كده. تمام. دي النقطة الثلاثة اللي هي موجودة في قانون الأسرة. في قانون الأسرة من وجهة نظري تحتاج إلى تدخل تشريعي. في حاجة تحتاج تعديل تاني قانون الأسرة؟ لا، أنا من وجهة نظري دول الـ 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 الحاجات في قانون الأسرة الأحوج. النفقات والحاجات دي والأحكام، السرعة وتنفيذ الأحكام. يعني مثلا لو احنا جينا نقول في حالة النفقة، وبنك ناصر لما بيجي يدفع النفقة بيدفع في حدود 500 جنيه. تمام. حتى لو محكوم لها ب 10,000 جنيه نفقة، هو السقف بتاعه كان 800 جنيه ونزل ل 500 جنيه. أنا بطالب يعني بنك ناصر الاجتماعي يرفع السقف لغاية 1000 جنيه. لغاية 1000 جنيه، لأن يعني يكون حتى إن كان أبوه ميسور الحال وعنده هو. ما هو هي واخدة حكم بالنفقة. بالظبط. هو الأب خلاص اتحكم بالنفقة مثلا ب 2000 3000، بتروح بالحكم لبنك ناصر، بنك ناصر بيديها 500 جنيه بس. طب بنك ناصر اداها يعني هو راح سدد لبنك ناصر، هو بنك ناصر يرجع على الزوج ياخد منه المبلغ اللي دفعه للزوج، اللي دفعه للنفقة. فانا بنطالب الرفع السقف حتى الى حد ما 1000 جنيه. طالما هو ما دفعش، الزوج ما دفعش، بيسدد لبنك ناصر الجزء اللي بنك ناصر دفعه بس. بالظبط. لا، ويستكمل الباقي، بيبقى دين عليه. دين عليه للبنك اللي هو يعني للاطفال، للزوجه. يعني انا عندي حكم ب 2000 جنيه. تمام. الست نفذت من بنك ناصر ب 500 جنيه. تمام. باقي 1500. تمام. او 1500 جنيه. تمام. ترجع على الزوج بال 1500 جنيه بدعوى الحبس والحجز والاجراءات العاديه. بس بتبقى هي محتاجه فلوس بسرعه، لان دي اجراءات بتطول. تمام. فبنك ناصر بتقدم الحكم بتاخد الفلوس، فبنقول ارفعوا حتى السقف لغايه هو كان 800 جنيه، نزلوا له 500، لا خلوه 1000 جنيه حتى. وده في الارياف بيبقى ايه الى حد ما كافي ويغطي. هل ده للفرد للطفل الواحد ولا حسب الحكم للاسره؟ لا، للحكم. للحكم ان شاء الله. ولدين ثلاثه اربعه، يعني لو معاه ولدين او ثلاثه او اربعه ما تاخدش غير 500 جنيه. ولد 500، خمسه خمس ولاد تاخد 500 جنيه. 500 بقى. هو الحكم بيتاخد منه 500 جنيه، فبنطالب برفع السقف شويه. طب دي بالنسبه للنفقه الاسره والنفقه والحضانه، ده بالنسبه للمواد التي تحتاج الى تعديل استكمالا للحلقه اللي فاتت. بالظبط. دكتور، حضرتك ايه رايك في عدم تجريم جرم الزنا؟ انا اشكر حضرتك ان انت دخلتني في الموضوع ده. جريمه الزنا هي جريمه الزوجه. تمام. لا تعاقب على جريمه الزنا الا اذا كانت زوجه. يعني لو الست في حال الزنا وهي مش متزوجه لا تعاقب بشرط، بعده شروط. ان تكون تجاوزت ال 18 سنه. تمام. يعني لو اقل من 18 سنه تعاقب. القانون بيفرض هي لا تعاقب، يعاقب الشريك باعتبار ان ركن الرضا منتفي. القانون افترض ان اقل من 18 سنه ركن الرضا منعدم ومنتفي في حق من هي دون ال 18 سنه. تمام. فهي لا تعاقب، يعاقب من فعل ارتكب معها جريمه الزنا حتى لو كان برضاها. حتى وان كان برضاها يعاقب لان هي ده اصل اقل. بالظبط كده. العبره هنا مش بالرضا ولكن بالسن. فافترض القانون انها اذا كانت الفتاه اذا كانت دون 18 انتفى الرضا بالنسبه لها. اما تجاوزت ال 18 سنه وغير متزوجه وكان برضاها لا عقاب، سواء على الفاعل الشريك معاها او عليها. لا يعاقب الزوج اذا كان متزوج وارتكب جريمه الزنا، ده لا يعاقب.
يعني متزوج غير متزوج لا يعاقب. يعاقب كشريك. تمام. إذا كانت من زنى بها متزوجة. تمام. واخد بال حضرتك؟ فإحنا دولة إسلامية وبلد تمام. إسلامية، ودي جريمة يعني شديدة، وفي الشريعة تمام. الإسلامية عقوبتها إما الرجم إذا كان محصن صحيح. أو الجلد إذا كان غير محصن. تمام. النص ده متاخد من القانون الفرنسي، يعني ما يتناسبش في مع دولة إسلامية. مع دولة إسلامية مع دولة إسلامية دولة وإحنا إسلامية. والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع طبقا للدستور. فأنا من وجهة نظري هذا النص يحتاج إلى تعديل. كشفوا إيه في الحياة العملية كمان؟ إن جريمة الزنا عليها قيد قانوني، إن النيابة العامة لا تحرك الدعوة الجنائية إلا بموافقة الزوج. يعني لو الست ارتكبت جريمة الزنا وتلبست بها تمام. وتم القبض عليها، النيابة العامة تعمل المحضر وتقف، ما تحلهاش للمحكمة إلا بعد حصولها على إذن أو يعني أن يتقدم الزوج بالإذن. إذا لم يتقدم الزوج بالإذن تحفظ القضية حفظا. هو القانون ليه وجهة نظر في الحتة دي، حفظا على الأسر والأسر والسمعة والعائلات من الشوشرة. فإذا قدر الزوج عدم تقديم شكوى بتحفظ القضية حتى مع ثبوت الجريمة والتلبس بها. يجي بعد كده ان هو ويمكن عندنا اللي بدا يظهر في المجتمع جريمه تبادل الزوجات. تمام. جريمه الزنا اذا تمت بالرضا ومع شخص واحد تختلف عن جريمه الدعاره. ايه الفرق؟ الفرق جريمه الدعاره هي ممارسه الجنس مع اشخاص بدون تمييز بمقابل. في مقابل مادي. في مقابل مادي. تمام. تمارس الجنس أو العلاقة الجنسية مع أشخاص آخرين بدون تمييز وبمقابل. في جريمة تبادل الزوجات هو شخصين بيتبادلوا مع بعض وبدون مقابل، فبالتالي نص جريمة الزنا مش منطبق. أيضا في حالة تبادل الزوجات الزوج هو شريك فما بيتقدمش بالشكوى. إذن هنا الرضا بتاع الزوج موجود. موجود. فما بيتقدمش بالشكوى للنيابة العامة عشان يديها يفتح إيده اتحال الدعوة. فبالتالي يعني النيابة العامة لا تملك تقدمهم للمحاكمة هما الاثنين لعدم عدم وجود الإذن من الزوج. فبالتالي بتحفظ أو النيابة يعني تتحايل بتقدمه للمحاكمة عن طريق الفعل الفاضح، عرض جريمة فجور، خدش الحياة، نشر الرذيلة، لكن غير نصوص جريمة الزنا. فأنا في رأيي أن من يرتكب واقعة الزنا يحتاج إلى عقاب أيا مكان. أيا كان زي ما عدنا كان الزوج. ولذلك حتى حادثة عملية شهيرة دلوقتي اللي كنا سمعنا عنها اللي هو عنتيل الجيزة وأكثر من 250 سيدة لم يتقدم الأزواج بشكوى، وبالتالي لم يقدم للمحاكمة بجريمة الزنا المتعددة دي. 250 سيدة يعني شبكة عملاقة يعني. هو اللي قاعد صنعها لأن كل الأزواج رفضوا تقديم يعني خشية من الفضيحة والستر عدم تقديم، وبالتالي لم يقدم للمحاكمة عن جريمة الزنا. فأنا ده شايف إن ده قصور تشريعي ويحتاج إلى تعديل. جريمة سرقة الأعضاء. جريمة سرقة الأعضاء دي جريمة حديثة وقانون عقوبات عندنا قانون قديم. والسرقة في القانون لها تعريف، والمحاكم عندنا وإحنا بالناس بالذات في القانون الجنائي بنلتزم بالنص. تمام. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. تمام. ويكون النص منطبق ولا قياس في الجنائي. ولا قياس. فدي مبادئ بتحكم القاضي الجنائي، ولا قياس في الجنائي. طب السرقة وتعريفها في القانون الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير خفية. تمام. طيب سرقة الأعضاء، الأعضاء ما هيش ليست مال. بس أخطر من المال. من المال يعني، من المال. يعني يسرق يعني تليفون يتعاقب، لكن يسرق كلية لا يعاقب. فجريمة سرقة الأعضاء لأنها نص القانون لا ينطبق عليها، المفروض يعاقب عليها زي يعني بعقوبة أشد شروع في قتل. يعني بيتم التحايل برضك عليه إن هو بجريمة جرح، واخد بالك؟ قانون تاني اللي هو يعني منع الاتجار بالبشر ياخد نص عاهة مستديمة إذا كان بالضبط كده. لكن سرقة الأعضاء كسرقة أعضاء ليس لها نص، ليس لها نص في القانون وفي القانون، وتحتاج إلى تدخل
تشريعي. اكيد. وخاصه الجرائم اللي انتشرت وسرقه الاعراض وده وعدم التجريم ده شجع على حاجه، شجع على خطف الاطفال. طبعا. يعني طبعًا. حاجه طبعًا. بترتبط بحاجه وتنتشر، فانت لما بتدرأ مشكله بتحل مشكله تانية. طب جريمه الاختطاف لوحديها، جريمه الاختطاف عقوبتها ايه؟ للاسف القانون برضو كان، اشكرك في الحته دي، ان غير معروف الاختطاف في القانون قاصر على حاجتين، ويمكن حضرتك تستغرب مني في الحته دي، قاصر على الاناث خطف الانثى ايا ما كان سنها، او خطف الاطفال دون 16 سنه بس يعني. طب خطف راجل كبير، خطف بالظبط كده، وحصلت ايام الثوره عندنا واتخطف ناس وطلبوا فديه، يدخل تحت جريمه الاحتجاز. الاحتجاز ودي جنحة، وعقوبتها جنحة الحبس. الحبس لأن يعني انا اشكرك ان انت لفتت، دي ده قصور تشريعي. تمام طبعا. فجريمة الخطف، الخطف في القانون واحكام محكمة النقض قصر على حاجتين، على اتنين، الاناث دون الاناث باي مكان سنة، خطف الانثى اي مكان سنها، او خطف الاطفال حتى 16 سنة. تمام. اكتر من 16 سنة وخطف راجل مهما كان، لا يوجد جريمة خطف، ولكن جريمة احتجاز ودي عقوبتها الجنح. يعني لو هو هنا خطف راجل وعمل انه هو سرق ومعاه في سرقة اعضاء وسرق عضو من كذا جريمة، بالظبط، يبقى ده موضوع كده في النهاية بالظبط، زي بالظبط الفزورة اللي مساكم متلبسين بجريمة الزنا، فالشريك قتل الزوج، فجريمة الزنا لا تتحرك، لان اللي يحرك الجريمة الزوج وزوجة، وهو بالنسبة له دفاع شرعي، طلع براءة. يعني جريمة قتل مع زنا، فعنده قتل مع زنا ياخد براءة، ياخد براءة طبقا للقانون، طبقا للقانون جريمة الزنا، وتسقط بوفاة الزوج. اذا في تأثير في القانون، في تقصير، يعني في حاجة، ما احنا ده الواقع العملي تعديل، يحتاج الى تعديل، والواقع العملي هو اللي بيثبت هذا، والقاضي الجنائي ملتزم بالنص، لانه لو تجاوز النص محكمه النقض هتلغي له الحكم. يعني انا لما اسرق تليفون ايا كان التليفون وايا كان تعاقب بالسرقه، عاقب بالسرقه، ولما ازرق عضو من اعضاء جسم انسان يعني طب ازاي؟ وهقول لحضرتك في الحته دي كمان، بالنسبه لسرقه التيار الكهربائي، تمام، ما هواش منطبق عليه المال منقول السرق، لكن محكمة النقض تدخلت ونصت على أحكام إن التيار الكهربي يعد مال مملوك للشركة، مملوك لشركة الكهرباء، فبالتالي ينطبق عليه السرقة، حتى لو هو مش يعني لا يمكن، المفروض هيبقى سرقة أموال عامة، لا يمكن لمس التيار الكهربائي، ما هو مال منقول، تعريف النص مال منقول مملوك لغير خفية، فالكهرباء مش ملموس، ومع ذلك محكمة النقض بأحكام اعتبرت التيار الكهربائي مال منقول مملوك لشركة التيار الكهربائي، واخضعته لجريمة السرقة. ده أخيرا بمحكمة النقض. بمحكمة النقض. إنما هو قبل كده يعني ولا زال النص ما فيهوش نص. وما زال النص قائم. غير موجود. تمام. الحديث معاك ممتع وبتاخدني يا ربنا يخليك يا محمد بيه، هنطلع فاصل صغير يشرفني يا باشا، ربنا يخليك، وبعدين هنتكلم عن عقوبة الإتلاف. تمام. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة تانية، والدكتور محمد حلمي، وعقوبة الإتلاف وقتل الخطأ، هل هي كافية يا دكتور محمد؟ عقوبة القتل الخطأ منصوص عليها في القانون عقوبات في المادة 338، وهي إذا ارتكب الفعل نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة القانون واللوائح، والعقوبة فيها بتتراوح ما بين 200 جنيه غرامة حد أقصى 10 سنين، إذا نتج عن الخطأ وفاة أكثر من 3 أشخاص ونكل عن مساعدتهم. تمام. الواقع العملي في الغالب طبعا إحنا
ما عندناش اعتراض على ان لو ثبت ان في حالة استغراق اللي بنقول عليها في القانون استغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني، يعني واحد مثلا جه في طريق سريع وعدى قدام عربية بدون المكان المخصص لعبور المشاة، فده خطأ وهو هو اللي مخطئ، فخطأه بنقول استغرق خطأ الجاني، فده لا يعاقب. إذا كان الشخص الجاني اتخذ كل الإجراءات والأصول المراعاة وهي لم يصدر عنه إهمال أو رعونة أو عدم احترازات وكان يسير بالسرعة القانونية مثلا فلا عقاب. ولكن إحنا بنتكلم على حالة ثبوت الخطأ في حق الجاني. يعني ممكن عربية مثلا هو مراعي كل حاجة وبعدين فرامل العربية حصل فيها خلل ودي بيتم الفحص الفني بالظبط بالظبط، أو 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 هو الشخص التاني هو اللي مر قدامه وهو ماشي بالسرعة القانونية أو كده أو مر قدامه مزبوط. ودي بيحصل كتير من يعني يمر من مكان غير مخصص للمشاة، لو أنت مثلا عندنا مثلا محور سرعته 90 كيلو وبيحصل فهو حد بيعدي فده سرعه 90 كيلو هو مش مخطئ تمام والطريق اتجاهين ففي خطا بيستغرق خطا، لكن احنا بنتكلم على ثبوت الخطا في حق الواحد كان سواء اهمال او رعونه او تعاطي المخدرات ودول بتوع النقل والحاجات دي وتعاطي المخدرات فبيرتكب الجريمه بناء على خطا ثابت في حقه. في الحاله دي العقوبه المتراوح بين 6 شهور او 200 جنيه غرامة. تمام تمام ده في حالة البراءة في حالة الخطأ ثبوت الخطأ في ثبوت الخطأ ثبوت الخطأ مالناش دعوة بالبراءة، البراءة لا يعاقب لا يعاقب لا يعاقب ثبوت الخطأ. فبنلاقي ممكن بيوصل الحكم ل 200 جنيه غرامة، 200 جنيه مش 300 جنيه 200 جنيه غرامة، ويدي القاضي الحكم بال 200 جنيه غرامة عشان حق المتوفي ان هم ياخدوا تعويض ودي ناخدها للحتة التانية اللي تاخدنا اللي بيدفع التعويض علشان العربيات عاد بقى عليها تأمين إجباري، كل العربيات مؤمن عليها إجباري، اللي بيدفع التعويض الدولة شركة التأمين. شركة التأمين ولأن كان قضايا التعويض بتاخد إجراءات طويلة فتعدل القانون وأصبح بيلزم شركة التأمين مباشرة إن هي بتدي تعويض للوفاة 40,000 جنيه، والأربعين ألف يبقى مين اللي بيدفع التعويض؟ شركة التأمين اللي هي مزبوط. التعويض تمام. والشخص اللي ارتكب الجريمة ما إلا اللي بيدفع ال 200 جنيه ويمشي، واحد مات وده دفع 200 جنيه ومشي. تمام يا دكتور، بس هو هنا يعني هو أثبتت براءته لا يعني مش هو أثبتت براءة، احنا بنقول ثبت الخطأ في حقه ثبت الخطأ في حقه وال 200 جنيه الغرامة دول إدانة، حكم الغرامة إدانة غير البراءة، لو ثبت براءة لا يعاقب لا يعاقب واهله ياخدوا برضك التعويض من شركة التأمين على اساس ان القانون تمام واخد بال هم كده كده هياخدوا التعويض على اساس القانون سواء في حالة ثبوت الخطأ او في حالة عدم ثبوت الخطأ او حتى عدم معرفة السيارة مرتكب الحادث، يعني ممكن واحد جري خبط حد وجري ما تعرفش مين اللي ارتكب الجريمة برضه الشركة شركة التأمين اللي بتدفع التعويض هو لان القانون حدده مهما كان الشخص اللي توفى راجل اعمال ناجح دكتور استاذ فرد عادي مواطن عادي هم ال 40,000 اللي عنده خمسه هو ال 40,000 جنيه ال 40,000 طبعا انا ليا تحفظ على ال 40,000 جنيه ان ده مبلغ ضئيل جدا لا يتناسب مع حياه انسان تمام. وخاصه اذا كان هذا الرجل يعول اسره وهو العائل الوحيد ليهم. إذا حضرتك عايز تقول إن إحنا المفروض نرتب على ترتيب الجرم مثلا في حق المتوفي إذا كان هو راجل يعول أسرة ده القانون وهو كان القانون كده بيدي التعويض على حسب الشخص اللي توفى وحسب يعني وضعه سنه ودخله وكده فكان التعويض يقدر بالظبط وأسرته إذا كان يعول فتيجي تحدده بمبلغ واحد 40,000 جنيه على المتوفي المدفن دلوقتي تمنه وصل 200,000 جنيه يعني مم. حتى الرجل مات ال 40,000 جنيه مش هيجيبوا له مدفن لا يدفن في جمعيه واخد بال حضرتك طب اولاده واسرته اذا كانوا فيهم تعليم اذا كانوا عيال صغيرين فده نمره واحد. نمره اتنين الشخص اللي ارتكب الجريمه ومش روح في بيتهم وشركه التامين اللي دفعت دكتور محمد نستسمحك كده معانا اتصال تليفوني الحاجه سعديه من اسماعيليه. اهلا حاجه سعديه ازيك؟ سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابني؟ كل سنه وانتم طيبين ومنورين الشاشه وانت طيبه وبخير يا رب. بخير يا ابني. تسلمي يا ماما تسلمي. هقول
لحضرتك يا ابني، انا مرات ابني بقالها 17 سنه متجوزه، كان زميلها جوزها، هم زمايل تربيه والتعليم. تمام. وبعدين بعد 17 سنه راحت عملت مشاكل عشان المرات والحاجات دي. تمام. وعملت خلع لابني في خلال شهر. تمام. وبعد ما عملت خلع، هي ابني متجوز في بيت اولادها، وانا اللي مشطبه لها الشقه، وانا اللي عامله كل ده. تمام. فدلوقتي هي عماله، هي كانت قبل ما يمشي كانت مخططه له، مسجله له، ومضياه على وصولات، ومضياه على حاجات ان هو يقدر يصرف 5000 جنيه في الشهر. ودلوقتي هو النفقه بتاعت ولادها الاربعه 2600 اللي هو بياخدهم مرتب من التربيه والتعليم. يعني هو حضرتك بياخد 2600. بيشتكي على حاجات ثانيه والكلام ده. تمام. طيب معاكي دكتور محمد. وهي بتاخد 2600، وكانت مضياه على جمعيه خدتها، وقبضت الجمعيه 40,000 وشويه حاجات كده فيها طمع. طيب. وانا رحت لها مره واثنين، قلت لها اللي انت عاوزاه هعمله لك يا بنتي. طب الف شكر، الف شكر حاجه سعديه. تابعينا دكتور محمد هيرد على حضرتك حالا. طبعا في القانون، هو طبقا للقانون هم اتفقوا، دي اسمها نفقه اتفاقيه. تمام. فهو اتفاق ان هو ينفق على اولاده نفقه قالت 2600. فالمحكمه بتحترم هذا الاتفاق. تمام. ان المفروض هو يعني ما مضاهوش تحت اكراه ولا تهديد ولا ولا ولا. فهو اللي مضى واقر بنفسه بالاتفاق ده، فدافع. دي نمره واحد، فدي نفقه اتفاقيه. نمرة اتنين، القانون حدد ان النفقة تكون في حدود لا تتجاوز 50% من الاجر بتاع الزوج. تمام. نمرة تلاتة، النفقة هي نفقة مؤقتة، ما هي ثابتة، حكم النفقة ده ما هوش ثابت، فللزوج ان يعترض بعد مرور سنة على هذا الحكم الصادر بالنفقة الاتفاقية عن طريق تغير الحال واليسار. تمام. لان النفقة اساسها الاساس بتاعها ايه؟ يسار الزوج. فإذا كان تغير الحال، ممكن اتفق على نفقة ب 2600 ولكن أنا دلوقتي الحال تغير، أو تزوج بأخرى، أو بقى بينفق على أمه، فالحال تغير، ليه يحق إن هو يعمل دعوة جديدة بتخفيض النفقة لتغير الحال أو وجود نفقة للآخرين، زوجته الثانية أو أولاده الثانية من الست الثانية أو لأمه، فحكم النفقة هو حكم مؤقت. يعني ده حكم مؤقت يقدر ان هو يروح، فالقاضي احترمت الاتفاق. تمام. بالنسبه للورق الثاني اللي هي قالت مضيته عليه، انا مش عارف ايه طبيعه الورق، هل هو ايصالات امانه ولا غيره؟ ايصالات امانه. يعني نعتبر اتفاق وايصالات امانه. لو اعتبرناها هي ايصالات امانه، ايصال الامانه يا جماعه في ناس كتير مش واخده بالها، لازم ليه شرط مهم وجوهري وهو ركن التسليم. لازم الشخص اللي حرر الايصال، ان انا مضيت لحضرتك ايصال امانه ب 100,000 جنيه، لابد ان اكون استلمت من سيادتك المبلغ ال 1000 جنيه، لكن اللي بيحصل في البيع بالتقسيط والحاجات دي، او يمضي ورقه على بياض، او ساعه الجواز يمضي ايصال امانه للزوج، او كل ده كله منتفي فيه ركن التسليم، لازم يتم التسليم. فلو استطاع الزوج ان هو عن طريق 2 شهود ويثبت ان انتفاء ركن التسليم، وانه لم يتسلم من زوجته مثلا ايصال الامانه ابو 40,000 جنيه، ياخد براءه. يعني حضرتك مالك الايصال ده معناه مالك الايصال اذا جاب 2 شهود على ان حضرتك تم التسليم والايصال سليم، مضى الايصال سليم سليم، يعني فعلا لازم يبقى ايصال امانه، استلمت انا، استلم بالفعل. تمام. لكن اذا كان الايصالات الامانه اللي بتتم سواء على اقساط او الحاجات دي، الاقساط مثلا ما فيهاش ركن تسليم، ده هو واخدها ضمان، ايصالات ضمان لبضاعه او حاجات من دي، فلازم يبقى يتواجد ركن التسليم فعلا، فهو عن طريق اثبات بالشهود، القضية بتتحل التحقيق، القضية بنطعن بانتفاء قدام المحكمة، بنقول انتفاء ركن التسليم في هذه الأموال، القاضي بيحلل التحقيق، بيجيب شهود يثبت إن لم يتم تسليم هذه الأموال الواردة في الإصالة، المحكمة تحكم بالبراءة. غير الشيء هو ما قدرش يجيب، ما كانش في حد حاضر، للأسف هو ما هو لازم يثبت بأي طريقة. وهي الست عندها إن يعني موجود عندها الإيصال، وإن هي في شهود عندها إن هو خلاص مضى بمحض إرادته، خلاص ده ما فيهوش حل. آه. دكتور لجان فض المنازعات،
انا حقيقي بشكرك ان انت خدتني في لجان فض المنزعجات. لجان فض المنزعجات دي تم فرضها بنص قانون 7 لسنة 2000. تمام. والحقيقه كانت معموله عشان تيسير اجراءات التقاضي، ان هو في قبل ما نشوب النزاع يتقدم المتقاضين في قضايا معينه اللي هي يكون الحكومه طرف فيها، لجان فض المنازعات ان يتقدم الى لجنه فض المنازعات بطلب تسويه هذا النزاع. الواقع العملي الحقيقه كله يعني ما بيتمش التوصل الى تسويه امام لجنه فض المنازعات. هو طبقا للقانون اذا تم تراضي الشخصين على التسويه قدام لجنه فض المنازعات تقوم اللجنه بوضع الصيغه التنفيذيه وبيقوم هذا الامر مقام الحكم ويتم تنفيذه. تمام. لكن عمليا لن يقبل ولم يقبل ولا يتم التراضي امام لجنه فض المنازعات، والكل بيفضل ان هو يروح للمحكمه عشان يعرض دفاعه وجهات النظر. فاصبحت لجان فض المنازعات الحاليه قيد على رفع الدعوة. بيجي المشكلة التصوير امتى؟ ان واحد ما خدش باله ان القضية دي لازم تمر الاول على لجنة فض المنازعات، فيروح يرفع القضية قدام المحكمة تاخد لها 2 3 سنين، المحكمة تيجي تبص في ورق القضية ما تلاقيش ان القضية عرضت على لجنة فض المنازعات، المحكمة تحكم بعدم القبول، فاصبح حقوق كثيرة تضيع بسبب عدم اللجوء الى فض المنازعات فضلا عن التطويل في اجراءات التقاضي. فانا من رايي هذا القانون اصبح غير فعال وغير مجدي، ويجب الغاء لجان فض المنازعات. الغاء او تعديل؟ لا، يعني المحكمه لا غنى عن المحكمه بوقت مثلا الزام بوقت معين، الزام بتاجيل، ما هي ده اللي موجود، سماح، ما هو اللي موجود، لكن لا يتم التوافق او الاتفاق امام لجنه. الواقع العملي اثبت نادرا ما يتم التسويه امام لجان فض المنازعات. طبعا يعني لجان فض المنازعات لها شروط، ما يكونش دعوه مستعجله، ما يعني ده، لكن الحقيقه لجان فض المنازعات اثبتت عدم فعاليه وتعطيل لاجراءات الفصل في التقاضي وتطويل لها لا اكثر ولا. يبقى حضرتك عايز تقول ان احنا يعني المفروض الغاء القانون، الغاء قانون فض المنازعات. بالظبط. طيب حق الابناء في تبرئه الاباء. هنرجع للحته الاولى اللي احنا بدانا الاب عليه حكم، وهو يعني جاله الحكم واثناء المحاكمه هو مات، الابناء عارفين او يعني فاهمين ان ابوهم بريء، هما متاكدين ان ابوهم بريء، هل من حقهم ان هما يواصلوا المحاكمه والدفاع عن الاب حتى تثبت براءته؟ أنا حقيقي بشكرك على السؤال ده حقيقي. نعم، الله يخليك. طبقا للقانون المعمول به حاليا المحاكمة شخصية والعقوبة شخصية والجريمة شخصية، إذا توفي المتهم قبل حالة الدعوة إلى المحكمة تقضي النيابة العامة تتصرف في الدعوة بانقضاء الدعوة الجنائية للوفاة وفاة المتهم. تمام. طب إذا تقدمت النيابة العامة بالدعوة إلى المحكمة سواء كانت محكمة جنح أو محكمة جنايات. تمام. وقضت محكمة الجنح أو محكمة الجنايات بالإدانة، وخاصة إذا كانت جريمة مخلة بالشرف. تمام. وإذا توفى في هذه اللحظة المتهم طبقا للقانون تنقضي الدعوة الجنائية ولا يحق للورثة استكمال إجراءات التقاضي. وده أنا شايفها قصور وثغرة تشريعية. تمام. إن الأبناء لهم حق في تبرئة اسم مورثهم، وخاصة لأبنائهم، عنده أولاد أو أبناء وجدهم متهم في قضية ممكن مسها بالشرف. تمام. وعقوبة أحد. والحقيقة دي هي الحكم انقضى للوفاة، للوفاة ولا تملك المحكمة تسير في الدعوة. فإحنا محتاجين تدخل تشريعي. تمام. يعطي الحق زي ما حضرتك تفضلت وقلت، اذا راى الابناء ان ابيهم بريء طبعا حقهم، ولا زال اجراءات التقاضي لم تغلق، لم يصبح الحكم نهائي وبات. تمام. لسه قدامه درجه من درجات التقاضي او الطعن، اذا كان محكمه الجنايات لسه عنده نقض، اذا كان محكمه الجنح لسه عنده جنح مستأنف وعنده نقض. تمام. فانا في رايي يتدخل المشرع باعطاء الحق للورثه اذا رغبوا ذلك، يعني هم قيموا وضع والدهم وشايفينه بريء. تمام.
أن يطلبوا إلى المحكمة أو إلى النيابة الاستمرار في السير في سير الدعوة حتى يحصل هذا الاسم على حقه في المحاكمة العادلة الطبيعية. تمام. وده حصل في الواقع العملي وأنا مش هتكلم في سياسة، ولكن حصلت في قضية الرئيس حسني مبارك. تمام. صدر عليه حكم بالمؤبد في قضية قتل المتظاهرين أثناء بعد صدور الحكم، ولا زالت محكمة النقض لم تفصل في الطعن. تمام. طلعت إشاعة إن الرئيس مبارك توفي طبقا للقانون تنقضي الدعوى الجنائية. لا، طلعت إشاعة وهو الراجل كمل، كان على قيد الحياة وكمل إجراءات الطعن بالنقض، ونقضت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات وأعيدت محاكمته تاني وخد براءة. فتخيل لو الرئيس مبارك توفى بعد الحكم الأولاني وهو مدان بالظبط، وهو مدان بقتل أصبح أولاده أولاده الحق ما يملكش، القانون قفل الباب على كده. فاحنا بنطالب ده ثغرة حق الابناء والورثه في تبرئه اسم مورثهم، خاصه وانا كابن انا ملتزم ان انا بسد الديون اللي على والدي. تمام. فانا زي ما الغرم بالغرم، زي ما انا ملتزم بالحقوق المدنيه في حتى في تكون السمعه اهم واكثر من المال، يعني من المال. فاذا كنت انت بتلزمه بسداد الحقوق المدنيه للاخرين في حدود التركه، تمام، اعطي له الحق. يعني انا لو انا مت ولادي انا وفي نظرهم قاتل او لما اخذ او مرتشي او قضايا رشوه او قضايا مختلفه او لا يعني حقهم، لا حقهم ان هم يدافعوا عن اللقب وعن السمعه. ده كلام انا كلام عدل، وخاصه اجراءات التقاضي لسه مفتوحه ولن يضر المحاكم ان هو يفضل المفروض يورث قبل المال. بالظبط، انا يعني في رايي السمعه تورث قبل المال. انا في رايي قصور تشريعي رهيب. ناس كتير قوي بتموت ما تملكش اي مال. بالظبط، بس هو يملك سمعه طيبه وعايش شرفه. طبعا. بالظبط. لا دي فعلا بشكرك دكتور محمد، والله دي فعلا تحتاج الى اعاده النظر فيها، اعاده النظر والتعديل. دكتور محمد، إلى مدى تحتاج إلى تعديل؟ عندنا إيه تاني ممكن في غير اللي احنا قلناه في يحتاج فيه إلى تعديل؟ عندنا مثلا حضرتك الإتلاف، جريمة الإتلاف العقوبة في القانون بتاعها 50 جنيه. تمام. أنا سألت حضرتك في موضوع الإتلاف، بس انت اهتميت بموضوع قتل الخطأ ونسيت موضوع الإتلاف. بالظبط. فعقوبته القانونية 50 جنيه، والإتلاف مش قاصر على حاجات صغيرة، ممكن الإتلاف يوصل لحاجات كبيرة، حوادث السيارات والسيارة تمنها بيعدي كذا، يعني عربية خبطت عربية أو عربية نقل أتلفت سيارة مثلا تمنها فوق 1,000,000 جنيه، عقوبته 50 جنيه. دي العقوبة الرسمية. وده شجع الإهمال والرعونة وحوادث الطرق. طبعا. فلو في تغليظ لعقوبة الإتلاف، وخاصة إذا كان في عقوبات تبعية زي ثبت خطأ المتلف، مفيش وفاء عندنا. يعني شيء من الناس عمل حادثة خبط عربية، الأشخاص سالمين عمل فيها إتلافات مثلا ب 500,000. ب 500,000 بيدفع 50 جنيه عقوبة غرامة. 50 جرام يعني هل جرام 50 وفي عقوبة حبس ولا هي ال 50 بس؟ 50 هي الغرامة بس، واخد بال حضرتك؟ لا، المفروض يبقى في عقوبات تبعية، سواء بسحب رخصته لمدة 3 شهور لسنة أو إلغائها خالص. من أتلف شيء فعليه اسمه بالظبط، يعني ما أنا جاي مع الموضوع، ما أنا جاي في حضرتك، أو تسحب سيارته لحين إصلاح سيارة المجن عليه. بالظبط. أو دفع تعويض الجابر للضرر فوري. بالزبط. بلاش، لان احنا عايزين نبدا ما نحملش المحاكم. لا، هو المحاكم مكتظة اصلا بالقضايا، تسحب عربيه الجاني الى حين حراج النهارده مفيش، ففي جرأة في الشارع، في جرأة في الشارع للحوادث بسبب ارتكاب الحوادث ضعف العقوبه. هو حراج يعني مفيش قاضي، عايزين نقول مفيش قاضي واحد عنده استعداد لنظر الرول كله اللي عنده، انت الرول بيوصل لارقام مهوله. تمام. طب هو هيشوف مين؟ ولا لو سمع من كل واحد كلمه
مش محتاج حقيقة. يقعد شهر في المحكمه في الجلسه الواحده ما يمشيش. ده صحيح ده صحيح. المحاكم مليانه. ده موضوع بصراحه يعني برضو يحتاج الى وقفه وتعديل وشده عشان نحكم الشارع. بالظبط نحكم الشارع ونخف النزيف بتاع الطرق والحوادث والجراه في والرعونه والاهمال في قياده السيارات. دكتور محمد عشان وقت الحلقه اخر سؤال معلش تحت امرك يعني هناخده بسرعه كده. النصب جرائم النصب. انا بشكرك. جريمه النصب واردة في القانون المادة 336 وهي الحقيقة واردة على سبيل الحصر. من استولى على مال الغير بطرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة كاذبة واردة على سبيل الحصر. تمام. أو باع ما لا يملك أو باع ملك الغير. تمام. أو اتسم باسم كاذب أو صفة كاذبة. أو ملكه لواحد واثنين وثلاثة. ما أنا جاي لحضرتك. فضل. فهي واردة على سبيل الحصر فالمحاكم بتتقيد بالنص. والقاضي يتقيد بالنص. تمام. بتصور عندنا ثغره ومشكله في حاله البيع بالذات في العقارات لاكثر من شخص. بيع لاكثر من شخص, بالزبط. اللي هي حصلت في الافلام باع الشقه اكثر من واحد. في فيلم نور الشريف لما باع الشقه لاكثر من واحد وسافر. ولان القانون عندنا بيقول لك الملكيه لا تنتقل الا بالتسجيل. تمام. فانا لو انا مالك شقه وبعتها لابراهيم. تمام. ولم يسجل ابراهيم هذه الشقه وبالتالي لازالت الملكيه عندي عندك معايا اقدر ابيعها لاسماعيل تاني. تمام. طبقا للقانون انا مش ما بعتش ملك الغير لان انا لازلت املك الشقه ما سجلتش. لانه المشتري ما سجلش. سجلش فده عقد عرفي وانا لازلت مالك فبالتالي لا تقوم جريمه النصب لعدم لان البائع لازال هو المالك. ده لان في نص القانون بيقول لازم تكون الملكيه لا تنتقل الا بالتسجيل. تمام. فانا في رايي التسجيل عندنا ده يعني محتاج حلقه كبيره ان التسجيل عندنا في مصر ليه صعوبات كبيره. تمام. وان انت حضرتك تتخيل مثلا ان رغم مصر دي كلها العقود المسجله في مصر لا تتجاوز 5% من العقود التي تحتاج الى تسجيل. من العقود التي تحتاج الى تسجيل عندنا نسبه 5% بس مسجلين. بالظبط. والباقي مش مسجل. اراضي وشقق كله بتوكيلات وحاجات يصعب تسجيلها. تمام. فلو الشخص باع مره تانية وهو لازال مالك فهو لا يعاقب ودي ثغره تشريعيه فلابد ان يتدخل التشريع بحمايه العقد العرفي بإلزام أن العقد العرفي بالعقد العرفي وأنه في حالة البيع للمرة الثانية حتى ولو كان باع البائع الأول بعقد عرفي يعاقب عن جريمة النصب. ده ياخدنا كمان في حتة تانية اللي هو الشركات المطورين العقارات والشركات العقارية. يعني طبعا في ناس ملتزمة ومحترمة. تمام. ملتزمة ومحترمة لكن في شركات بتتلاعب بهذه العقود وخاصة لما واحد بيشتري شقة عن طريق التقسيط من الشركة. تمام. لا يتم الالتزام بشروط العقد سواء في التسليم. ما احنا نقدر حضرتك نقدر حاجة يعني نقدر ان احنا نستغل المكاتب دي والشركات دي في ابرام عقود عرفية بحيث نبعد عن موضوع التسجيل. يبقى هنا يسجل ما سجلش يبقى العقد المسجل يعني محترم والاحترام ليه احترامه وعقد عرفي ليه احترامه. محكمة النقض قالت العقد العرفي قائم بين اطرافه فقط لحجيته بين اطرافه ملزم ليهم يعني ما ينفعش البائع والمشتري. طبعا انا اعرف ان هو بعد 15 يوم العقد الابتدائي لاغي. الكلام ده متعارف عليه كلنا بنقوله يعني او بنسمعه. لا العقد الابتدائي لاغي في حاله الشركات اذا لم يتم تسجيله في 15 يوم ده محمد بي انا بستغرب ان الحلقه سيادتك خلصت بسرعه بسرعه والله. وان شاء الله في الحلقه الجايه نشوف القوانين التي تحتاج إلى تعديل. نشوف إيه المواد اللي موجودة عندنا فيها سلبيات عايزة تتصلح. إيه المواد اللي إحنا محتاجينها عشان نوصل بقانون جميل قانون يقدر يدي لكل واحد حقه. إن شاء الله نوعدكم مع محمد بيه حلمي الحلقة الجاية. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.